السلام عليكم. اليوم جيت نخوي لكم قلبي واللي عامر بزاف، وبغيت نشارك معكم قصتي ونطلب من الله ثم منكم تعاونوني ولو غير بالدعاء. انا مشكلتي بقات لي قبل زواجي، بشي 12 عام، ومن بعد زواجي مازال تابعني ليومنا هذا. انا الخوت كنت تعرضت للاغتصاب من طرف واحد السيد اللي الله ياخذ فيه الحق. في النهار كنت خدامه عنده، واحد النهار هجم عليا واغتصبني وجرع عليا من الخدمه ديالي. ومن بعد ربي لقاني مع واحد السيد اللي قال لي غادي نسترك. بالفعل قبل عليا وسترني الله يكثر خيره، ولكن يا ريت وما سترنيش، يا ريت يا عباد الله ما قبلتش عليه. انا الخوت الزوج ديالي سترني والله يكثر خيره كيف ما قلت، ولكن هذا الخير اللي داروا معايا غادي يتغاه، غادي يولي يعايرني بالماضي ديالي، غادي يولي يعايرني الصباح والعشيه. وليت كنتسنى غير الموت قبل الليل، نهار قبل الليل. اش غنقول لكم؟ بهدلني وندمن على النهار اللي عشت فيه. انا غادي نحكي لكم القصه ديالي باش تعرفوني علاش كندوي. وقبل ما نكمل لكم بغيت نقول لكم عساكم ما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير الزوينه ديالكم. انا راه كنبغيكم تكومونتيو ليا ونعرف الاراء ديالكم في القصص اللي كنحط لكم، ما تعكزوش. المهم ما نطولش عليكم، غادي نقربكم مني. في الاول الاسم ديالي مريم، وفي عمري 33 سنه. كبرت وعشت وسط عائله اللي على قد الحال، عندي جوج خوتي صغار عليا وانا هي البنت الكبيره. كان عندي الاب ديالي مريض، ما علينا، دوزت الطفوله ديالي عاديه، كنطيح وكنوط. واخا كنت هزه الهم ديال الاب ديالي اللي كان مسكين ديما مريض وكان عنده مرض، الله ينجينا وينجيكم. الطفوله ديالي مافرحتش بها وما عقلتش حتى عليها، دغيا لقيت راسي كبرت. كيفاش ما نعرف؟ مع راكم عارفين الخوت ملي كيكون عندهم شي واحد مريض في الدار، بالخصوص واحد من الوالدين. ما علينا، غير درت 12 عام هزيت من فوق كتافي ولبست كيما كيقولوا جلابتي. قالت لي الام ديالي خاصك تعاونيني، خاصك تعاوني معايا على خوتك، وزيد راه باك مريض. قالت لي غادي نقلب لك على شي خدمه وخدمي. قلت ليها ما قلتي عيب الوالده، صافي. فعلا قلبت لي على خدمه وتقاتلت وقالت لي شوف بنتي تقاتلي وباش تعاوني معايا. صافي خدمت باش نقدر نتعاون مع امي في المصروف ومع خوتي، كانوا مازالين صغار. مي الحمل تقال عليها بوحديتها مسكينه، والوالد ديما خصو يشد الادويه. انا كنت خدام عند واحد المراه اللي كنت كنتسخر عليها، صافي هي كانت من العائله ديال امي، كتجيها بنت خالت مرات خوها، يعني ديك القضيه ديال ريحه الشحمه في الشاقر. هي هذيك خدمت عندها وكانت كتعنفني بزاف، دارتني اكثر من خدامتها. وديك الجدريه اللي كانت كتعطي الام ديالي كانت كتشربني عليها المرار. والله يا خوت الا دوزت عليا ديك السيده شي حوايج راه ما عمرني غادي ننساهم. صوروا انا باقا صغيره وكنت غير ضعيفه وقليوله وصحه على قد الحال، وهي كتعطيني نشقى ليها غير بالحاجه الكبيره، والا ما درتهاش ليها كتقول لي نقص عليك من الفلوس اللي كنعطيك. الا مشيت حتى ما درتش داكشي اللي كتطلب مني بالحرف، راه ما نقولكم شنو كدير ليا، كتخاصم عليا وكتبقى تضربني. كانوا عندها جوج بنات كتلبسهم تفطرهم وديهم يقراو، وانا كتقول لي جمعي ليهم الطبله ورتبي ليهم البيت. الله يا ربي الله على الحقره، وشحال صعيبه. علاش الناس كتعامل ولادها في شكل ومع ولاد الناس في شكل؟ علاش ما كايناش الرحمه في قلوب البشر؟ غير قولوا لي علاش. انا ما كنتسناهاش انها تعتبرني بحال بنتها، انا كنت باغا غير تتعامل معايا بلطف. شنو ذنبي انا الا كنت فقيره ومحتاجه؟ شنو ذنبي انا الا كان الاب ديالي مريض وما عندوش؟ شنو ذنبي انا راني في هذا الزمان هو اللي دارها بيا؟ بزاف د الحوايج اللي ما كرهتهمش، ولكن الحمد لله على كل حال. ما عليناش، ديك المراه عيشاتني شي حوايج اللي ما نسمحلهاش. الا ما مشيتش عندها بكري للدار ما كتدخلنيش، كتقول لي رجعي من جيتي، وتنقص ليا من ديك الخلصه اللي كتعطيني. والا مشيت بكري ما كتدخلنيش، كتقول لي وتسني برا، راه ماشي انا تفيقيني على الصبيح على خاطر خاطري. والله العظيم يا خوتي اقسم بالله الا كنكمل نعاسي في باب الدار كنمشي بكري ونبقى نتسنى.
على وعاسة ديك المدام حتى تفيق على خاطر خاطرها، وعاد تفتح لي الباب حيت كانت كتقول لي انتي مازال صغيرة وما نتيقش نعطيك سر ديال الدار، وما غنكونش صابرة على قبل داك الفلوس اللي كانت كتعطيني واللي كنت كنعرق عليهم وهزة الضلع على قبلهم من صغري. بقيت معاها المدة ديال 3 سنوات، ايه 3 سنين، طلعتني على يديها. واخا كانت غا كتعلمني بالخايب، انا حاني راسي واللي طلبته مني كنديرو ليها واخا بدم جوفي، المهم خاصني ندير لها داكشي اللي بغات حيت ما عندي علاين. صافي بقيت نخدم على لالياتي، بناتها كيقراو يتعلمو وانا كنخدم عليهم، مع حتى هما طالعين لامهم السم ديالهم كيقطر. شنو غنقول لكم، كيقطروا بالسم، المعامله ديالهم دايره بحال ديال الام ديالهم او اكثر، ونقدر نقولوا الدوبل دوبل على امهم. واحد النهار كنت ساليت البيت ديالهم ولقيت واحد الصنداله اللي كانت باقا جديده عجبتني، قلت نشوف كيفاش تجي لي مع رجلي. ايه واختكم غير خشاتها في رجليها وهي تدخل عندي مولاتها، واجي وتشوفوا. ما خلتش ليا غير اني نسات، قالت لي هاي 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 تقدوا الكتاف وليتي طاولي على الحوايج ديال السياد كتلبسيهم، واش انتي عندك باش تشريها؟ واش انتي عندك الرجلين اللي يجيو معاها؟ واش وحده بحالك تلبس بحال هاد لي مارك؟ المهم مسحت بيا الارض ومرمداتني مزيان بالكلام ديالها، في الاخر ضربتني بوجهي بواحد الترفيقه، قالت لي خرجي عليا من هنا واخر مره تقربي للبيت ديالي. بقيت كنبكي، شنو غادي ندير، غنبكي طبيعه الحال. مشيت للكوزينه شويه تبعتني وهزتها في يديها الصنداله، شدات غرماتها في طارو الزبل حاشاكم، حيت انا لبستها داكشي علاش اخوتي هي لحتها في الزبل. علاش علاش يربي الفقير محقور ومدلول؟ علاش انا ربي مكرهش ربي سهل عليا ونكون همه وشان، شنو الفرق بيني وبينها باش تحتقرني وتقلل مني؟ ما عليناش. من تما حلفت ما نقربش لبيتهم، ومع الام ديالها ذاقت الخبر وحتى هي غوتت عليا. مشيت انا للدار، اول مره كنحس بالحقره ديال بصح، بكيت وبكيت حتى شبعت. دخلت للدار غا شافتني الام ديالي، عرفت شي حاجه كاينه سولتني، ما قدرتش نخبي ليها شنو واقع، حيت والله العظيم الا تقصحت ديال بصح. قلت لها شنو كاين شنو كاين، اي واش غادي نقول لكم؟ قالت لي يا بنتي اخر مره تمشي لعندهم، انا دابا غادي نمشي عند فلانه ونقول ليها شنو داروا لك، ها شنو داروا لبنتي وها شنو داروا. قلت ليها بلاش اميمتي، تحيتهم الله. صافي من هذاك النهار ما مشيتش لديك الدار، بقيت جالسه غير في الدار، قلت على ما تبان ليا شي خدمه واحده اخرى نخدم فيها. هي هذيك بقيت المده ديال شهر ونص وهي تجي عندي امي. قالت لي يا مريم، قلت لها نعم. قالت لي راه واحد المحل ديال داكشي ديال الخياطه وغير قريب علينا. قالت لي راني سولتو واش باغي شي خدامه، قال لي راه كنقلب على شي بنت اللي تكون معقوله. قالت لي راني درت معها في العشيه مع الربعه نمشي عنده باش يتفاهم معانا. قالت لي دابا تخدمي انت فيه ولا نخدم فيه انايا، وانت قلتي تقابلي الاب ديالك. قلت لها صافي امي انا اللي غادي نخدم. مع خوتي كانوا صحابين بزاف وما كنتفاهمش معاهم، واخا هما صغار مني كيتحكموا فيا على الصغيره والكبيره، وملي كنكون معاهم في الدار ديما المناقره. صافي من بعد الغدا مشينا عنده في نفس الوقت اللي قالت لي على قالت لي فيه الام ديالي، دخلنا شافني وعجبته. قال لي شحال في عمرها؟ ديك الساعه كانت عندي 15 سنه. قال لي ومازال صغيره وكتبان كبيره، انا كنت تبارك الله وافيه وعامره يعني تعطيني ديك 18 عام. ما حليناش، تفاهمنا معاه. قال لي غادي نعطيك 10000 ريال في الشهر اللي هي 500 درهم. عجبني الحال وعجبني الثمن، حسن بعدا ملي كنت خدامه عندك المراه وبناتها، عامين ديال التماره والحرد اللي حرتو عليا وخرجت من عندهم طويله عريضه. صافي وافقت، قال لي غادي تبقاي تقابلي ليا هاد الكليان اللي بغات شي حاجه تفهمي معاها، ومن اللي التالي المحل قاديه والمهم يكون على الخير. بديت الخدمه ديك الساعه، صراحه كانت الخدمه زوينه مريحه ماشي شي تماره. كان المحل عاد جديد مازال ما عندوش كليان، صافي بقيت خدامه عادي. من بعد مر يعني منين دازت 4 شهور المحل تعرف ودال كليان، وليت كنخدم النهار كامل كلشي مني، نست في الطوينقه اللي ما صالحش نحيدها حسب من الغدا. ما كنتش كنمشي نتغدى في الدار على قبل الخدمه وغير باش ما يجريش عليا واحد النهار كيف ديما. المهم الراجل واحد النهار لقاني جالسه كنقاد شي
داكشي في الحوايج كنقادهم في بلاصتهم. وهو يدخل بغا يستف معايا بالعاني غير باش يقيس يدي مع يدو. قال لي ها سمح لي غير قصتك، انا عرفته باللي قاصد حيت هو دائما كان عينيه زايغين. شنو غادي نقول لكم، كيشوف فيا شي شوفات اللي خايبين. قلت عادي ماشي مشكل سيد، ولا كل مره شنو كيبغي يدير؟ كيقول لي اه سمح لي انا ما قصدتش، راني ما شفتكش، راني هادي. تعصبت من داكشي ديالو. واحد النهار زحفت عليه قلت ليه شو اخر مره دير بحال التصرفات وتقول لي ما شفتكش؟ وما بقات زنفت عليا. تخاصمت عليه قلت ليه انا كنحترمك وتنتا خاصك تحترمني، مع هو راجل مزوج يعني خصو يكون شاب بعقلو. صافي هو عرف بانني انا ما غاديش نكون ليه سهله، ما عجبوش الحال. قلب عليا الجاكيطه وبقى كيكثر عليا في الخدمه. واحد الليله كان سافر وجاب شي سلعه جديده وطلب مني نستف عاد نمشي للدار. قلت ليه فلان راه مشى عليا الحال، الصباح وغادي نجيب كريم نستفهم. قال لي لا ما تبقايش تعطيني في الاعذار ديالك، انتي الا بغيتي تكوني خدامه هنا راه خصك ديري خدمتك وانا هو مول المحل وانا اللي غادي نقول لك تمشي ولا تجلسي. قال لي دابا غادي تقادي كلشي والله يجعلك تكمل حتى الصباح، ماشي شغلي. قلت لي صافي واخ. بقيت حتى لديك 8 ديال الليل في الوقت اللي كنسدو فيه المحل، ما مشيتش من بعد نص ساعه. جات الام ديالي كتقلب عليا لقاتني مازال غارقه يعني في هذا الشيء وصابره وشي قرايه ديال العقيق. قالت لي مالك تعطلتي؟ قلت لها امي غير راني خدامه ورا فلان طلب مني نبقى حتى نكمل هذا الشيء هذا. قالت لي بنتي معليش الله يعاونك كملي وحده جي للدار، راه قريبه حيت المحل كان زعما في الحومه اللي كنا ساكنين حنا فيها. ما عليناش، بقيت انا خدامه حتى كملت حتى لديك 11 ديال الليل وساليت كل شيء وكملت والمحل شطبت. المهم هو هذاك قلت الحمد لله تهنيت منه. دابا الصباح نصبح هانيه في راسي. ايوا انا جيت نسد المحل سيت عندي وباين ضرب شي جوان، هو هذاك معاه هو غير واحد السكيري وقمار. قال لي الزين مازال هنايا؟ قلت لي انا ساليت وغادي نسد دابا المحل. قال لي هو مزيان. قال لي نسد معك المحل. قال لي شي بعدا شي اجي بعدا نعطيك الخلاص ديالك. قلت لي مازال سيدي مازال 3 ايام. قال لي لا انا غادي نسافر وانا ما غاديش نكون هنا. قلت لي صافي واخا نيت راني محتاجاهم. دخلت ومشى حل واحد المجر كيجمع فيه فلوس ويقول لي نسيت الساروت تنجيبو. ايوا غير هو طرق عليا الباب من الداخل ودخلي اخوتي وبدا كيتقرب مني بواحد الطريقه باشية. انا غير شفته بديك الحاله كيتقرب لجهتي عارفت نيتو خايبه. جيت نهرب منه شدني وانا كنغوت كنتلف فيه كنزوق فيه لكن هو ما تسوقش ليا والو. عييت بعد مني دفعتو جيت هاربه وهو يهز واحد الزرواطه ويعطيني بين كتافي. طحت على الارض ما قدرتش نطلع حتى النفس. الحقير قدر يتغلب عليا واختصبني بلا رحمه بلا شفقه او لحن فيا ولا والو. بقيت كنبكي وكنقول ليه شنو دابا غادي ندير؟ ضاعت حياتي وضاع مستقبلي وضيعتي لي شرفي. بقيت كندمع وراه الدموع هاد وراه ما غاديش يفيدوني. مسحت وجهي ولبست حوايجي اللي كلهم حالتهم حاله ورجعت للدار. حتى المحل خليته محلول وسمحت ليه في كل شيء. مشيت ولقيت الام ديالي دخلت البيت النحس. بقات عليا من البيت مريم تعشى يا بنتي وعاد ناسي، كانت كتهضر معايا من بيتها وانا حالتي كنعلم بها غير سيدي ربي. ما حملتش راسي مشيت دخلت للطواليت حشاكم خبيت عليا الماء بارد وخرجت ولا كنقفق في الليل كامل وانا كنبكي. اش غنقولكم، بغيت نهز راسي نخوي المدينه ودي معايا العار اللي اتصل ليا له وجهي. طول حياتي غيبقى فيا هذا العار هذا، ما قدرتش نقول امي والو وزيد الوالد ديالي اللي كان مريض شنو غادي يكون المصير ديالهم. فوت امر الله حتى صباح الحال لقاتني امي غير كنبكي. بقات عليا مالك قلت ليها راه السيد زعف عليا. قلت ليها علاش؟ قلت ليها على قبل الخدمه. ما بغيتش نقول ليها انني تعرضت لاغتصاب من الطرف ديالو حيت ما قدرتش نواجهها حيت عارفه امي مسكينه اللي فيها راه مكفيها مع الوالد كان حالته حاله، كانت حالته خايبه وبزاف وما كتبشرش بالخير. قالت لي نوضي يا بنتي رجعي تخدمي على راسك. قلت ليها والله يا امي ما نرجع ليه. قلت ليها انا دابا صافي بنت لي واحد الخدمه في طنجه في واحد الشركه ديال الخياطه ودرت مع واحد البنت غادي نمشي معاها. كذبت على امي
قلت لي صافي بنتي ما فيها بس، ديري تخدمي على راسك وحدي غير شرفك، انا بنيتي كنوصيك. كنقول في بالي اش من شرف اللي بقى لي امي. صافي ديك الساعه نسيت راسي مشيت، امي مسكينه وصلت معايا حتى المحطه ورجعت. سيره بنتي الله يعاونك الله يوقف معاك. قلت لها انا راني غادي نستنى واحد البنت غادي نمشي انا وياها، غير سيري يا امي سيري للدار. امي مشات وانا شنو درت، انا بصح مشيت لطنجه وبصح وصلت تما، وهنا غادي تبدل الحياه ديالي. الحمد لله كل شيء كان مزيان. مشيت بقيت كنقلب فين دوز نهاري، حتى لقيت شي بنات حتى هما جايين من نفس المدينه اللي كنت ساكنه فيها وخدامين في واحد الشركه ديال الخياطه. طلبت منهم يقلبوا معايا الكره، قالوا لي البيت اللي حنا فيه عامر ولكن كاينه واحد المراه عندها واحد البيت ديال الكره. طلبت منهم يوريوني داك البيت، بالفعل داوني عندها. طلبت منها باش تعاوني وتكري لي شي ايامات على ما نخدم وهذا ونعرف النيت فين نمشي ونجي. قالت لي بغيت البطاقه الوطنيه ديالك. قلت ليها ما عنديش، بقيت كنرغب فيها باللي ما عنديش وانايا وقعت في مشكل قنعتها. المهم بالكذوب وبقيت معاها تكرات ليا. كريت عندها واحد البيت اللي كان فيه يعني غير بيت صغير وسط الجيران. ديك البنات مشاو معايا وراوني الشركه اللي هما خدامين فيها. هذاك النهار لحد ما كانوش خدامين قالوا لي صبري صبري خطه غادي ندوزو عليك في الصباح تمشي معانا نشوفو لك ربما يدخلوك. قالوا لي جيبي معاك غير البطاقه الوطنيه. قلت لهم انا راه ما عنديش البطاقه ومازال اصلا ما وصلتش البطاقه. قالوا لي غير اعجبي حنصي ربي. صافي داك النهار دوزتو غير تما في داك البيت لا عشا لا والو، غير ديك المراه عطاتني واحد المانطا باش نتخطى ومعها كان هو النيت فيه واحد السيد ديالي نعست عليه. الصباح مع 8 ديال الصباح جاو عندي دوك البنات مشيت معاهم، هما دخلوا وانا بقيت كنتسنى برا شي جوج ديال السوايع. حتى جيت ديك الشافه ديالهم دخلاتني، قلت لها عاودت لي على الظروف ديالي وشنو وقع ليا. المهم قلت لها داكشي اللي انا باغيه وما بغيتش داكشي الاخر يعرفو حتى شي واحد. قلت لها غير الاب ديالي راه مريض ومحتاج نخدم. صافي قالت لي دخلي حتى يجي مول الشركه ونقولها ليه. هي هذيك بقيت جالسه حتى جا مول الشركه دخلني عندو. قلت لها سيدي انا محتاجه للخدمه وانا مازال قاصر. بقيت عليه شويه بشويه حتى قبل. انا فرحت بديك الخدمه، قلت على الاقل نسى داكشي اللي بقى ليا. الحمد لله خدمت معاهم اليوم خطا بعدو حتى لقيت راسي دخلت في الطابع ديالهم. حتى انا درت صحاباتي وقدرت نجمع شويه ديال الفلوس من كتافي، وملي جيت نكمل 3 شهور حتى كنت جمعت واحد البركه تحت مني. مشيت في واحد العيد الكبير عند الاهل ديالي وقدرت نفرحهم باللي قسم الله. وليت انا اللي هزاهم الحمد لله. بقيت خدامه كل مره كنمشي نزورهم، حتى الا ما مشيتش كنصيفط الام ديالي كنهزها بسناني باش تشري الوالد الدواء، كتشري لخوتي داكشي اللي كيحتاجوه لمده ديال 4 سنين وانا في طنجه مغربه على امي والوالد وخوتي. يعني الغربه راه كتكون حتى في المغرب، ماشي بالضروره نخرجوا للمغرب. كنخدم عليهم، الحاله ديالي الحمد لله تحسنات، وحتى داكشي اللي وقع لي حاولت نتعايش معاه. ما غاديش نقول لكم نسيت ولا حيت ما عمرنا ما غادي تنسى ليا. واحد النهار كيجيني اتصال من عند امي، قالت لي باك مات. حسيتو بيا ياك، كان اصعب خبر واقبح خبر غادي يجيني في حياتي. واللي بكيت داكشي اللي بكيتو انا بكى حتى شي واحد، حيت انا على قبل الوالد شربت المرار ومازال في العذاب. هزيت حوايجي ومشيت لمدينتي من طنجة لمدينتي. قلت لوالديت مازال ما تدفنش، لقيتهم خارجينو. هيا يا خوت، قلت مع راسي علاش انا غادي نبقى عايشه في هاد الدنيا. شحال بكيت حيت الاب ديالي مشى ليا، الحنين مشى ليا. جاتني واحد الاحساس خايب بزاف، فهمت بلي الحبيب الغالي مشى. ورجعت في حالتي لطنجة، حتى انا هاد المدينه كرهتها، كرهتها من داك وجه الويل اللي دار ليا ديك الحاله ليومنا هذا وانا كندعي فيه. هاد المره كنت خديت البطاقه الوطنيه ديالي درتها بطبيعه الحال. صافي رجعت ومشيت عند صاحب الشركه انه يزيدني شي شويه. قال لي بغيتي زياده دخلي لداخل ديال الخياطه. وافقت دخلت 6 سنين تقريبا ونص يعني وانا في ديك الخدمه. بقيت خدامه وكل مره كنرجع عند امي وعند خوتي وكنتعاون معاهم داكشي اللي قسم الله اليوم وغدا وبعدو. حتى لواحد النهار كنت شاده الكار من مدينتي راجعه لطنجه، ويركب حدايا واحد خينا في الكار. ملي جلسنا هو عينو فيا،
حتى بقيت انا كنستلطف منه. شافني بحال تعصبت، حيت واحد اللقطه شفت فيه حمرت فيه هو يقول لي اختي عندك الساعه جوجونس، قال لي مزيان. ما ردتش عليه ويسولني اختي في ماشيه، قلت ليه لطنجة، قال لي حتى انا ما ردتش عليه، قال لي واش نتي طنجاويه. سكت وما بغيتش نقوي مع الهضره، هو كيدوي معايا وانا غير ساكته شويه ويقول لي الاخت واش ممكن تعطيني رقم التليفون ديالك؟ قلت ليه لا بالسلامه والعافيه، لاش بغيتي الرقم ديالي؟ وزيد انت من قبيله انت كدوي معايا عصبتيني. جيت نايضه هو يبان لي الكار عامر ما كاينش بلاصه، وانا نجلس ويقول لي شوفي انا راني باغي المعقول، الا كنتي بغيتي المعقول بغيت نتعرف عليك وانا قاصد باب داركم. بقى كيتلف فيا، قلت معليش نعطيه الفرصه ويلا بان لي فيها فيها ولا ها غادي نبلوكي. شديت النمره عطيتها ليه، صافي ويسكت ما بقاش دوا حتى الى هضر كان ميك عليه. وصلنا لطنجة قال لي فين كتسكني، درت فيه، قلت لي عافاك خديتي النمره بعيد مني. ايوا عطيني تيسع دابا ولا غادي نجمع لك الناس. صافي سمح فيا مشى في حالاته، بقى كل مره كيتصل بيا مره نجاوب وربعه لا. من بعد قررت ندوي معاه بصراحه وطلع ولد الناس. كنت واخدة عليه واحد الفكره اللي خايبه، دازت لمده تقريبا ديال شهرين وانا كنهضر معاه في حدود واحترام. هو نفس المدينه اللي انا ساكنه فيها، حتى هو خدام في طنجه. واحد النهار قال لي فلانه انا راه بغيت نتزوج بك، ودابا دابا الا كنتي مستعده وإلا بغيتي غادي نجي نخطبكم من داركم. منين قالها لي شرقات لي، ما قدرش نهضر. قال لي مالكي؟ قلت ليه اخر مره جبد لي حسن زواج. بقى عليا مالكي وتعصبت عليه، قطعت عليه صافي. بقيت كنبكي ورجع ليا داكشي الماضي، بديت كنترعد. رجع اتصل بيا جاوبت، قال لي بغيت نشوفك عافاك مباشره، بغيت نبي معاك. انا ما بغيتش، حاولت نتهرب منه ولكن قنعني بطريقته. مشيت تلاقيت بيه في البلاصه اللي درت معاه. الراجل غير شافني بقى عليا مالك وعلاش تعصبتي مني؟ قال لي انا بغيت غير الحلال. قال لي شوف، قلت ليه اسمعني اسمعني اولد الناس انا ما نصلحش. قال لي علاش علاش مالك؟ بقيت كنشوف، قلت غادي نجيه الصراحه. قلت ليه انا راه وقع ليا اعتداء واغتصبت، ودابا انا راه بيتون بكره، راه واحد الوحش اغتصبني وانا باقا صغيره. صراحة صدمت وبقى جامد في بلاصته. سكت وانا غير شتو سكت، بقيت كنبكي. قلت ليه شتي دابا عرفتي اشنو علاش انا ما نصلحش ليك وعلاش انايا دابا كنهضر؟ قال لي لا بالعكس، انت بنت الناس وجيتيني الصراحه، انت صرحتيني انا غادي نكون معك راجل ونقبل عليك وبالماضي ديالك، ومادام انت كنتي ضحيه ديال واحد عادي من الاخلاق انا غادي نسترك وندير فيك اجر. انطقت وقلت لي انا ما محتاجاش الشفقه لا ديالك ولا ديال شي حد اخر، وقادره نعيش بلا راجل حياتي كامله. وزيد انا كرهت الرجال، بقى عليا بكلام بزاف لو حنا زعما ماشي بحال بحال وهذا. المهم الخوت هاد السيد قنعني نتزوج به. بطبيعه الحال قلت ربي سردو ليا ولد الحلال، انا غادي نعيش معاه وغادي يفهمني، المهم نتزوج ونستر راسي. قلت صافي. هو فرح الصراحه منين وافقت، قال لي من بعد غادي نكملو شهر غادي نرجع للمدينه ونخطبك من عند الاهل ديالك. قلت لي واخا ان شاء الله. قلت لي ولكن هذا الشيء يبقى بيني وبينك؟ قال لي صافي كوني هانيه. هي هذيك رجعت في حالتي، بقيت انا وياه على تواصل، ولا صباح وعشيه الهضره بيناتنا، الكلام اللي كان فيه كله حب بزاف د الحوايج حتى كمل داك الشهر. المهم داز اسبوع وكانت الخدمه قليله، وهما عطاوني واحد السيمانه ومشيت، وحتى هو كذلك مشى. انا كنت علمت الام ديالي قبل ما نمشي عندهم، وغير مشيت جبت معها الموضوع، قلت ليها هذاك فلان غادي يجي عندنا للدار. الام ديالي بحال جميع الامهات فرحات ليا وقالت ليا بنتي الله يسهل عليك سيري تزوجي وستري راسك. صافي بقيت انا مع الام ديالي كنهضروا، حتى عرفت منها ان داك ولد الحرام شدوه البوليس واحد الموقف اللي خايب ديال الخيانه، ومعاه شي بنات، المهم مجوج حيت هو مجوج، تشد ما تلبس ودخل الحبس بشي سنوات ما عرفت شحال بالضبط. المهم عجبني فيه الحال وتمنيت ليه كتر، وغير الدعاوي ديالي اللي جابوها ليه، ومعاه هو كان مخلطها في كل شيء حتى من غير داكشي الخيانه. المهم داكشي يمكن باش عطاوه 3 سنين.
المهم من بعد 3 ايام السيد جاب الاهل ديالو وجا، وكان على قد الكلمه طلبني في الزواج من الام ديالي ومن عند خويا. امي بطبيعه الحال وافقات. واحد خويا بدا كيتعنقر، واش هذا هو الراجل؟ شوفي كيفاش داير. انا ما تسوقتش ليه، قلت ليه اسيدي هو باغيني وانت واش شغلك وانا باغاه، انت مالك اش دخلك؟ صافي حددنا النهار ديال الخطبه اللي حضروا فيها عمامي وخوالاتي، تفاهموا معاهم من بعد 8 شهور نديروا العرس ديالنا. ايوا هي هذيك، حنا رجعنا للخدمه من بعد ما ركبنا الخواتم. المهم رجعنا نخدموا من بعد ما سالينا داكشي، بقينا على علاقه غير في التليفون ديك المده كامله، وحنا غير كنهضروا في التليفون حتى دازت 8 شهور. دغيا سبحان الله دازت ما حسيتش بها. كان جات مع العيد الكبير، مشينا عقدنا بربع ايام قبل العيد، من بعد 5 ايام مول العيد الكبير درنا العرس ديالنا اللي كان على قد الحال. بطبيعه الحال جميع الناس صراحه فرحوا لينا. مشيت للبيت الزوجيه ديالي عند الاهل ديالو اللي كانوا الناس الله يعمر لهم الدار. ما نكتبش عليكم كان في الاول عندي تخوف يمشي يقلب عليا في نهار العرس يشوهني، حيت واحد البنت كان وقع لها بحالي، غير هي الله يستر كملوا داكشي في الكوميساريه. ما عليناش، كنت كنقول غير الله يحفظ وما نكونش بحال فلانه اللي طحت في واحد الموقف اللي خايب وبزاف. ايوا ما داز ديك الليله حتى صبح عليا الله، تفخوتي دازت ديك الليله الحمد لله زوينه. الزوج ديالي ما قال والو حتى مني شافني مخلوعه، وغير كان كيحاول يصبرني يوقف معايا، كلشي داز مزيان. هو بالفعل طلع ولد الناس يعني وسترني. ايوا الغدي جات الام ديالي، قلت لها راه كلشي مزيان، حتى هو قال ليها كلشي مزيان. مع هو واحد العائله اللي هما والديه ما عندهمش غرض في داكشي ديال العروسه وما كيديروش بها الاشهار، العكس ديالنا حنا تماما عندهم عيب يبان. صافي لقيتها من المصلحه ديالي. من بعد ما داز 15 يوم مشيت انا وزوج ديالي طنجة نكملوا الخدمه ديالنا. اش غنقول لكم، شفنا واحد السكينه اللي كانت صغيره بقيت فيها انا وياها، الحمد لله كلشي غادي مزيان وبخير وعلى خير. اليوم غدا بعدو بعد شهرين طلعت حامله، كانت فرحتي كبيره، قلت الحمد لله ربي سترني بولد الناس وزيد ربي سهل عليا وغادي نكون ام. جاني الوحم خايب بزاف. اش غنقول لكم، من بعد الزواج ديالي ولا هو غير كيجلس وكينوض، وكنلاحظ التصرفات ديالو تبدلات. قال لي انتيا باينه فيك ما كتبغينيش، غير كنتي كديري ليا هكا باش نستر فضيحتك. كنقول مال هذا الراجل، واخا هادشي كامل كنقول راه ما يمكنش، راه يمكن انا بصح كنتعصب حيت كيما قلت لكم جاني الوحم خايب. المهم كنميك عليه وصافي، كندير بحال ما كاين حتى شي حاجه. هو من داك النهار هو كيحكر عليا على الباسي ولا على كلامي، حتى الضحكه اللي ضحكتها ما كنكملهاش معاه. السيد ولا معيشني في العذاب، فين ما ينوض يجبد عليا كلمه سرتك وليت لك شانك، وليت كنتعاير بهادشي صباح وعشيه. فين ما كان كيقول لي كنقول زعما نتجمعوا على طبلة وحده، يجبد عليا فلان دالك وفلان فعلك، اشنو وقع واشنو شنو غادي نقول لكم. وليت كنسمح في الضغمه وكنوض، وليت كتوقف ليا الماكله. ندمت على النهار اللي قررت نتزوج فيه، ولا حتى نفكر اصلا في الزواج في هذا الوقت هذا. شكون اللي كيدير الخير ويسترو؟ ولات اختكم مريم هازه اللي ما هزيتوش شحال هادي. كذبتي عليا وباينه فيك انتيا كنتي من دوك العاهرات، انتي غير باش تغطي على فضيحتك قلتي لي راكي مظلومه وتعدى عليك. وشكون اختي اللي برهن ليا انك انتي كنتي مظلومه؟ كنقول ليه شكون بزز عليك اسيدي؟ واش انا بززت عليك راسي؟ واش انا قلت لك تزوج بيا؟ انا قلت لك غير الصراحه، علاش اصلا تزوجتيني؟ ايه باك حلي عيشتي. قال لي انا اللي درت راسي وتزوجت بك. صافي بقيت عاطياه غير النخال باش ما يزيدش يجرحني، كنت صابره معاه صافي. اليوم غطى اليوم غطى حتى ولدت ولدي الحمد لله. نهار اللي ولدتو ما بغاش حتى يهزو. قال لي وانا شكون اللي قال لي بلي انا هاد الدري ولدي؟ اويلي الراجل، استغفر الله، شنو كتقول؟ انا الشيطان ما هزو ما فرح به. اش غنقول لكم، دوز عليا القطران. طلع هو عقله صغير وبزاف، واحد المغيار واحد المحسوس. في الاول كان كيجيني الامر عادي، ولكن من بعد وليت كنتعصب حيت غير الا شاف عليا شي حاجه بسيطه كيقول لي لا انت
لا انتيا باينه كتعرفي شي واحد. لا انتيا توحشتي صداقي. قولي شكون هذا اللي كتعرفيه؟ شكون هذا اللي شاف فيك؟ شكون هذا اللي كنتي اللي خنتيني معاه؟ اللي تاخوتي ما كنعليش راسي من الارض غير باش ما يقول لي شي كلمه اللي تجرحني مع انا من النوع اللي كنجمع في قلبي. صافي من بعد ما ولدت ولدي فكرت وخديت القرار اللي غادي يريحني، بغيت نطلق ولكن بقيت كنخمم شنو غادي يوقع لي من بعد الطلاق. قلت عاوتاني فين غادي نمشي بولدي، هو مازال صغير. قلت اللهم نصبر عليه ونهزه بالو. ايوا غير شافني حطيت راسي ركب فوق مني، اش غنقول لكم، ولا مشكاك فوق القياس لدرجه ولا كيضربني وغير لقى الشجر محلول ما يخلي ليش. زغبني الشيطان ونسيت شعري محلول وفتح الباب في داك النهار، او مثلا فتحت الباب ولا سيقت هذاك هو نهاري معاه. كيطلع لي بشي قرارات، قال لي غتجلسي في الدار ما تخرجيش، قلت لي واخا. قال لي واه تحيد التليفون، قلت لي واخا. الجيران وصحابات منه، قلت لي واخا. والله يفرض عليا شي حوايج اللي جاوني قاصحين بزاف. الراجل كيشك فيا في الصغيره قبل الكبيره، ديما داك الموضوع كيتحط قدامي واخا غير بالضحك. تهديت وهيت وما لقيت ما ندير، كنت كنبات نبكي ونظن نبكي وكنقول علاش انا يوقع لي هكا، علاش انا حياتي هكا من صغري وانا هكذا. صافي بقيت على داك الدل وعلى داك الحاله اللي انا فيها لمده ديال 4 سنين. ولدي دخل يقرا في الروض، طلبت منه نرجع نخدم ولكن ما بغاش. قال لي انت بلاصتك عتي فين، انت بلاصتك في الدار. وزيد انا ما عنديش فيك الثقه، والمشكل كيقول لي راكي كتخونيني ومور ظهري. انا والله الخوت ما عمرني ما خنتو او لا حتى فكرت فيها. دابا انا ما عرفتش شنو غادي ندير مع هاد السيد من غير الطلاق، حيت انا ما بغيتش نطلق، حيت الا طلقت فين غادي نمشي؟ الا طلقت خوتي صعابين وبزاف، زيد مي باش غادي تقدى ليا، شنو غادي دير؟ ما بغاش انا نرجع لديك المدينه اللي انا فيها اصلا الاهل ديالي. حتى الا خرجت فين غادي نمشي بولدي؟ نيا كلها ضدي، انا بغيت شي حل ويكون بعيد على الطلاق. شنو نقدر ندير مع هذا الراجل اللي مشككو بزاف؟ دابا خوتي هذه القصه ديالي، انا ما كرهتش منكم، الله يجازيكم بالخير، تنصحوني وتقولوا لي اش ندير، حيت انا مازال كنعاني من نفس المشكل، الفضيحه الكبيره والطمع العظمى ان الزوج ديالي طلب مني نزيد نولد على ولدي، وقال لي ما تستعملي والو وانا كنستعمل مانع الحمل وبلا خبارو غير باش ما نحملش، ويلا مشى حتى شافو عندي هذاك هو نهاري. دابا بغيت نعرف شنو نقدر ندير، ما تبخلوش عليا، سمحوا لي الا طولت عليكم. شكرا على الاستماع ديالكم، السلام عليكم.